مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ كانت رسامة تسمى جاذبية سري. واليوم أيضا سأعرفكم على رسام جديد، هو رسام يسمى كريس أوفيلي. وهذا الرسام أيضا كان يمارس الفن بطرقه المميزة الخاصة به. يا ترى أتطلع لمعرفة طريقته لممارسة الفن. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات كريس أوفيلي الآن مباشرة؟ كريس أوفيلي رسام مولود في إفريقيا، وهو حاول شيئا لم يحاوله أحد، وهو استخدم براز الفيل كمكونات لفنه. هل بوسعكم أن تبحثوا عن براز الفيل في هذه اللوحة؟ نعم، تستطيعون أن تجدوه من النظرة الأولى، صحيح؟ كان يمارس الفن كي يكون هناك تناسب بين براز الفيل والرسم. هذه اللوحة أيضاً، مع أن براز الفيل لا يظهر بشكل واضح بسبب العتمة، ولكن يمكننا رؤيته بين الأشياء. إن القلادة التي على رقبة المرأة في هذه اللوحة أيضاً من براز الفيل. ممتع جداً، أليس كذلك؟ قد تعتبره وسخاً، ولكن في إفريقيا براز الفيل مستخدم كوقود للطبخ وكدواء لعلاج الجروح أيضاً، لذلك لا يعتبرونه وسخاً. نشعر بمتعة أكبر مع فهم الثقافة الأفريقية. ما رأيكم أن نرى هذه المرأة أيضاً؟ إنها وضعت إكسسوارات رائعة تتناسب ملابسها مع لون الخلفية بشكل جميل في اللوحة، رائعة جداً بشكل عام. هيا نرى هذه المرأة، يا ترى ماذا حدث لها وهي تبكي وتتنهد دون صوت؟ المرأة التي في اللوحة حزينة جداً لأن ابنها تعرض للقتل بسبب التمييز العنصري في إحدى محطات الباصات. قصته أليمة وحزينة، أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك تمييز عنصري، لأن كل الناس الذين في الأرض متساوون. لا تنسوا أننا كلنا مميزون. واليوم سنرسم هكذا عروقاً متنوعة. حينما ترسمون، ارسموا العروق المختلفة عن عرقكم أيضاً بشكل جميل. هيا ننطلق. الآن نحدد الأماكن فقط، وانظروا بعيونكم فقط. أولاً حددت مكان الشخص الذي في الوسط هكذا، وبعد ذلك حددت أماكن من حوله، وبعد ذلك أحدد أماكنهم بشكل أكثر تفصيلاً. Thank you.
هذا تحديد مكان اليد. وحددت الأماكن بهذه الطريقة. وارسموا الآن بأنفسكم بحرية تعبير الوجه ونقش الملابس. وإذا انتهيتم من الرسم، امسحوا خطوط القلم الرصاص بشكل نظيف بعد أن ترسموا الخطوط بالقلم عليها. ليس هناك مشكلة ألا تستخدموا القلم، بل يمكنكم أن ترسموا فقط بالقلم الرصاص وتلونوا. أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وأكملوا الرسم بشكل رائع وأنتم تنظرون إلى الأطفال الذين من العروق المتنوعة في الصورة. قد أكملت الرسم هكذا، وكيف رسمتم يا أعزائي؟ أكملوا الخلفية أيضاً بالإحساس الذي تريدونه. حاضر اليوم، هل كنتم تعلمون أن هناك عروقاً متنوعة مثل هذه؟ حينما ترون شخصاً ليس من عرقكم قد تستغربون منه في الوهلة الأولى، ولكنهم أشخاص مميزون مثلكم، لذا عليكم أن تعتبروهم قيمون وتتعاملوا معهم بشكل جيد. يا أصدقائي، عندما تقابلون الأصدقاء وهم من العروق المختلفة، تذكروا جيداً أنهم قيمون مثلكم. إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة أيضاً. يا أصدقائي، إلى اللقاء.